السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العربي. اليوم انا موقع جديد لربح العملات الرقميه بشكل اوتوماتيكي. الموقع بيدفع عن المحافظ الوسيطه الاساسيه اللي هي ديبوزيت باي والاكسبريس كريبتو بدون حل ادنى للسحب، وهذا الشيء كثير كويس. طبعا الموقع عنده عمله اسمها اف سي تي، بنجمع هاي العمله بنسحبها عن طريق الاوتوفوسيت بالعملات الرئيسيه المدعومه من هاي المحافظ. طبعا الموقع بيدفع بشكل مباشر، اذا بدك في عنده خاصيات فيك تدفع بشكل مباشر على المحفظه الوسيطه فوسيت باي او حتى الاكسبريس كريبتو. اختار المناسب يا اخي الكريم واشتغل عليها. طيب انتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء التسجيل هذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره، بتفتح معك الصفحه اخي الكريم، بتروح على كلمه جيت ستارتد وبتضغط عليها وبتعبي بياناتك، بتحط هون اسم مستخدم خاص فيك، بتحط هون ايميل خاص فيك، بتحط هون باسورد، بتاكد الباسورد، بتنزل لتحت اخي الكريم، بتحل كباتشا، بتوافق على الشروط، بتروح على كلمه ساين اب، بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع ممكن يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي سجلت فيه، ممكن تلاقيه بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، على الاغلب رح يتطلب منك هذا الشيء. طبعا كان يتطلب من زمان هذا الشيء، وبتوقع السهم موجود، بتفعل حسابك عن طريق الضغط على اللينك الموجود بهذا الايميل، وبعدين بصير جاهز للربح من هذا الموقع. طبعا مسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي اصدقائي. هاي واجهة الموقع من الداخل. اول شغله يا اخي الكريم لازم تعملها بهذا الموقع، تروح على كلمه سيتنج هاي اللي تحت، بتضغط عليها هيك، بتروح على كلمه ويزدرول سيتنج، بتضغط عليها، بتفتح معك هاي الصفحه، بيقول لك الموقع حط معرفات السحب الخاصه فيك. طبعا مثل ما قلنا بيدفع باليونيك اي دي على الاكسبرس كريبتو، بتجيب اليونيك اي دي بتحطه بهاي الخانه، بتضغط على كلمة سيف، بيكون هون في كلمة حفظ تضغط عليها. بالنسبة للفوسيت باي بتجيب الايميل الخاص فيك بالفوسيت باي، يعني انت تعامل عليه محفظة الفوسيت باي، في حال انت ما بتتذكر بتروح على الفوسيت باي، بتروح على اسم المستخدم، بتروح على كلمة اكونت سيتنج، بتضغط عليها اخي الكريم مشان تاخذ يعني الايميل بشكل صحيح 100%، لانه حيلا تبديل او حيلا شغلي بهاي القصص ما بصير يعني بدك تكلم الدعم ليمشي الحال. تمام اخي الكريم، بتاخذ رابط ايميلك بشكل كامل، بتاخده هون، بترجع لهون بتحطه بهي الخانه. طبعا بيكون في كلمه حفظ او سيف بتضغط عليها. طبعا مثل ما قلنا ما فيني انا احفظ مره ثانيه لاني حافظه مره واحده فقط لا غير، الحفظ مره واحده. طبعا اخي الكريم مثل ما قلنا انتبه لهي الشغله. طبعا انا هيك صرت جاهز لحتى اجمع هاي التوكن. مثل ما قلنا الموقع بيشتغل بتوكن اسمه اف سي تي توكن، شايفين اصدقائي اذا فتحنا شايفين اصدقائي اف سي تي توكن، معي 379 تقريبا توكن. طبعا انا منين بدي اجمع هاي التوكن لحتى اقوم بسحبهم بالاوتوماتيك يعني فوسيت. تمام اصدقائي هون بسحبهم، انا منين بدي اجمع هاي التوكنات؟ من كلمه فري توكن، شايفين اصدقائي اذا ضغطت عليها بلاقي ثلاث طرق فعاله وطريقه للسسون يعني رح تجي بشكل قريب. الطريقه الاولى هي شورت لينك او الروابط المختصره، بضغط عليها هيك اخي الكريم بلاقي مجموعه كبيره للروابط المختصره. طبعا شرحنا على القناه كيفيه تجاوز هاي المجموعه من الروابط المختصره وتكسب قيمتها. طبعا اخي الكريم كل رابط له قيمه مختلفه، مثلا هذا الرابط 70 توكن، هذا الرابط 110 توكن، هذا الرابط 90 توكن. طبعا كل رابط له شيء مختلف، انت لاقي الروابط السهله، الروابط اللي انت متعود تتجاوزها، الروابط اللي بتحس انه ما فيها صور وهيك شغلات بياخات. طبعا اصدقائي فهمتوا علي ما فيها الشغلات، انت احفظهم اخي الكريم، انا ما فيني احفظك اياهم وحده وحده يعني ما بعرفهم كلهم. تمام اخي الكريم، بعرف انا مجموعه من الروابط السهله بتجاوزها بالحاله الطبيعيه وباخذ قيمتها. مثلا هذا اف سي داش ال سي عفوا، انا هذا دائما يعني وين ما بلاقيه باي موقع بتجاوزه لانه جدا حلو وجدا سهل. شايفين اصدقائي 60 توكن، بضغط عليه كلمه فيزيت هيك. بالنهايه كل الروابط المختصره متشابهه من ناحيه المبدا، كلها بتطلب منك كليك هير تو كونتينيو. تمام اصدقائي يعني كله تقريبا نفس المبدا. بعدين بيعطيني كباتشا هون بحلها. تمام اصدقائي، طبعا هي النوافذ المنبثقه كمان لازم تسكرها. على الكمبيوتر العمليه جدا سهله، لكن على الموبايل ممكن يكون فيها شويه صعوبه. بحل الكباتشا هون، بنزل لتحت على كلمه كليك هير تو كونتينيو، بضغط عليها ضغطه واحده بس. تمام اصدقائي، راح يحط لي هون هلا عداده رقميه، مثل ما كنتم ملاحظين 10 ثواني بنطر هاي العداده الرقميه لحتى تنتهي كلمه بليز ويت. هاي بس انتهي العداده الرقميه اخواني، بتروح على بتصير محلها كلمه جيت لينك بالازرق. مثل ما ملاحظين ما تنزل العداده، بنطر لتنتهي هاي كلمه بليز ويت. طبعا بضغط على كلمه جيت لينك ضغطه وحده اخي الكريم عشان ما يعطيني خطا، ضغطه وحده فقط لا غير. برجع للموقع، شايفين اصدقائي اعطاني 60 توكن. طبعا اذا ضغطت ضغطتين رح يحسب لي 60 توكن، رح يزيد رصيدك بشكل كامل، رح بيكون بيعطيك خطا او اي شيء لكن رح يحسب لك اياها، يعني ما تخاف ما بيروح عليك شيء. طبعا اصدقائي ممكن تتابع بقيه الروابط المختصره، شوف المناسبه لك اخي الكريم، اتجاوزها اكسب قيمتها. طبعا الطريقة الثانية لتجميع هاي العملة هي المايننج او التعدين. طبعا هذا التعدين بيعتمد على قوة جهازك اخي الكريم، شايفين اصدقائي مثلا قوة جهازك بتعادل هاي الهاشات. طبعا انا مسجل ما فيني اجرب يعني قوة جهازي، وبعدين قوة جهازي ما كثير متحملة انه اعتن عليها صراحة، يعني الشغلة ما انا مكسبة يعني
التعدين الحقيقي، هذا تعدين حقيقي بيعتمد على قوة البروسيسور وقوة كروت الشاشة الموجودة عندك أخي كريم، فراح يكون يعني لابتوب أو مثلا كمبيوتر عادي راح يكون شيء ضعيف، ما راح يعطيك أي شيء، لازم يكون يعني عندك شيء يعطي هاي القيمة عفوا أو هاي القوة. فأنا راح أتجاوزها من ناحيتي، شوف أخي الكريم جرب حظك، لكن أنا بقول لك إنه يعني ما راح يعطيك هاي القيمة لأنه بالنهاية أجهزة الكمبيوتر ضعيفة لهاي القصص، أو على الأقل الأجهزة الفردية. الطريقة الثالثة مثل ما قلنا أصدقائي فري توكن، الطريقة الثالثة هي الأوفر وول، أنا بحبها كثير لكن بالمنطقة الموجود فيها أنا ما كثير يعني موجود عروض كويسة، شايفين أصدقائي موجود كل هاي العروض ممكن تكسب منها، مثلا توقع الكيوي وول شغالة بدول الخليج بشكل كثير قوي، والواندا سيرفري ممكن تدفع بدول الخليج وممكن تدفع كمان بالمغرب العربي، دول المغرب العربي بشكل كثير كويس، لكن بقية الشرق الأوسط يعني شوي القصة ضعيفة، يعني ما فيها العروض الكويسة. طبعا عروض الاسيا ماج موجوده بكل الدنيا طبعا، لكن ضعيفه شوي، بتدفع بشيء بسيط. في حال انت موجود ببقيه المناطق ممكن تشتغل على الاسيا ماج او الوانداز ممكن كمان، لكن يعني شوي ضعاف، ما بيعطوك قيم كبيره من يعني اساس هاي العمله اللي بتسحبها مثل ما قلنا اللي هي اف سي تي. طبعا هلا انا هيك انا جمعت مثلا مجموعه، اذا ما عندك اي شيء من كل الاوفر وول فيك تشتغل على الروابط المختصره لحالها. مثلا انا جمعت اخي الكريم مجموعه من الاف سي تي، صار بدي اسحبهم انا بعد ما قمت بهي العمليات كلها، بدي اسحبهم على محفظه الفوسيت بي بشكل اوتوماتيكي، روح على كلمه اوتو كليم. شايفين اصدقائي المانوال بتخسرك كثير، يعني بتعطيك اقل من القيمه تبعها، لكن بتسحب كل رصيدك سحب وحده، لكن بالاوتو كليم بتسحب لك اياهم بالتقسيط، لكن بتدفع لك مبالغ او كميات اكثر. فانا راح اختار الاوتو كليم مشان تستفادوا انتم اكثر واستفاد انا اكثر بنفس الوقت. طيب هلا كيف بدي اقوم بعمليه السحب؟ مثل ما قلنا هاي النقاط اللي معي 439، راح انزل اول شيء اختار المعالج اللي اسحب عليه، مثلا اسحب على الفوسيت بي، بضغط عليها بحددها بالرقم الازرق، شايفين اصدقائي بحدد الوقت مثلا دقيقتين، شايفين اصدقائي بحدد دقيقتين، طبعا بحدد البوست واحد مثلا، كل ما طلعت انا بالبوست بصير بياكل من هدول النقاط اكثر، شايفين اصدقائي، بعدين بحدد العمله اللي اسحب فيها. طبعا انا بما اني انا حددت هون الفوسيت بي فلازم اختار العملات الموجوده حصرا على الفوسيت بي، اذا بدي اختار الاكسبريس كريبتو بختار العملات الموجوده على الاكسبريس كريبتو مشان يكون عندك هاي الفكره. اذا اخترت الكريدت بيدفع لي داخل الموقع انا بسحبهم يدوي، بيعطيني بونص 1%، لكن انا افضل الدفع يكون بمحفظه الفوسيت بي، يعني انا حتى مشان تكون القصه اسهل، وبعرف المتابعين عندنا على القناه اغلبيتهم بيشتغلوا على الفوسيت بي، فانا مثل ما انا راح اختار الفوسيت بي راح اشوف العملات المدعومه من الفوسيت بي. اذا انتقلت انا على محفظه الفوسيت بي، شايفين اصدقائي مدعوم هاي العملات بيتكوين، ايثيريوم، دوج كوين، لايت كوين، بيتكوين كاش، فيورا، يو اس دي تي، تيثر، وترون، دي جي بايت، والداش. طبعا لازم اختار عملات موجوده على الفوسيت بي، ما بصير انا اختار المعالج فوسيت بي وروح حط العملات الموجوده على الاكسبريس كريبتو، ما راح يدفع لك الموقع وقت، راح يصير عنده خطا ويضيع الموقع، يصير عنده اخطاء ويقول لك في خطا. فانا مثل ما قلنا راح اختار العملات الموجوده على الفوسيت بي، لكن ما راح اختار من البيتكوين لسبب انه بياكل 10 اضعاف بقيه العملات، لسبب انه غالي، يعني سعره غالي بالنسبه لبقيه العملات. اخي الكريم مثلا اختار لايتكوين ال تي سي، شايفين اصدقائي مشان تسهل عليك العمليه، لايتكوين هي اختصارها ال تي سي، راح اختار لايتكوين. مثلا راح اختار مثلا عمله ثانيه مثل الدوج كوين او دوجي، شايفين اصدقائي دوجي، دوج كوين، دوجي، راح اختار الدوج كوين. راح اختار عمله ثالثه مثلا مثل الداش، شايفين اصدقائي داش هون موجوده، شايفين اصدقائي الداش اختصارها نفسه داش، نفس الكلمه، راح اختار الداش. هاي ثلاث عملات، راح اختار عمله رابعه مثلا بيتكوين كاش، بي سي اتش، بيتكوين كاش، شايفين اصدقائي اذا انتقلنا للفوسيت بي بيتكوين كاش هي بي سي اتش، مثل ما ملاحظين انا بكون اخترت العمله الرابعه. طبعا راح اسحب حاليا باربع عملات فقط لا غير، وفيني احط الترون تي ار اكس، طيب وهي خمس عملات. تمام اخي الكريم، يعني انا اخترت العملات الموجوده على الفوسيت بي، بنزل لتحت اخي الكريم، حطت يعني انا كل دقيقتين عفوا راح يدفع لي، فيني ازيد الوقت مثلا كل 10 دقائق يدفع لي بصير بيعطيني اكثر، لكن انا مشان سهوله الفيديو راح اختار دقيقتين، راح اختار البوست واحد، شايفين اصدقائي. إذا نزلت لتحت رح يقلي الموقع رح يدفع لي هاي الكميات، رح يدفع لي كل دقيقتين، طبعا لينتهوا التوكن اللي معي، بدي اشتغل بالتوكن اللي معي مثل ما قلنا حكينا بالبداية كيف نجمعهم، لينتهوا التوكن اللي معي مثلا 10 ساتوشي لايت كوين رح يدفع لي هون كل دقيقتين، رح يدفع لي مثلا 27000 ساتوشي دوج كوين، رح يدفع لي 3 ساتوشي بيتكوين كاش، 13 ساتوشي داش، وهي الكميات 41000 ساتوشي من عملة ترون تي ار اكس، روح على كلمة كليم بضغط عليها أخي الكريم، شايفين أصدقائي بلش الأوتو كليم. شايفين اصدقائي بلش دفع لي اول مره هاي الدفعه، بعد دقيقتين بيرجع بيدفع. اذا انتقلت انا على محفظتي الفوسيت بي وفتحت صفحه الدفعات وحدثتها مره ثانيه رح الاقي الدفعات ما ينزلوا مثل الرش، شايفين اصدقائي هاي هذا الموقع اوتو فوسيت، شايفين اصدقائي هذول الكميات من ترون، هذول الكميات من داش، هذول الكميات من البيتكوين كاش، هاي الكميات من الدوجي، هاي العشرة ساتوشي تبع اللايت كوين، شايفين اصدقائي كله نورمال بيمنت، شايفين اصدقائي نورمال بيمنت، هذا هو الموقع اوتو فوسيت، هذا هو الموقع اوتو فوسيت اورج اوتو فوسيت، شايفين اصدقائي هذا هو الموقع، ما يدفع بشكل كويس بس تنتهي هدول
الدقيقتين عفوا، رح يرجع يدفع لي لينتهي رصيدي هون. شايفين اصدقائي رصيدي ناقص، كان اكثر من هيك يعني انا معي رصيد بكفي اسحب هاي العملات لغايه ساعه و25 دقيقه مثل ما قلنا. بحاول ازيد رصيدي عن طريق الشورت لينك، بحاول ضل ازيد رصيدي عن طريق العروض. كمان في عندنا شغله انه في عندك رابط احالي، طبعا اصدقائي فيني افتح رابط الاحالي بصفحه ثانيه مشان ما اضيع وقت. طبعا رابط الاحالي بلاقيه بصفحه يعني مثل ما قلنا من كلمه ريفيريل، لكن انا مشان ما اقاطع التنزيل باخذ رابط الاحالي كوبي اصدقائي، شايفين اصدقائي، او بضغط لهون فيني اخذ كوبي بشكل كامل وزعه لاصدقائي يعني اللي عندي. بشرح لهم طريقه الربح من القناه، موقع جيد بيشتغل من سنين، موقع محترم مهذب يعني اموره ان شاء الله تمام وراح نكسب منه مبالغ جيده. طبعا اصدقائي راح احط لكم كمان بصندوق الوصف موقعين او ثلاثه مشابهين لهذا الموقع بيشتغلوا نفس المبدا نفس طريقه العمل، كلهم بيدفعوا بشكل كويس على المحافظ الوسيط الاساسي اللي تكلمنا عنه. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.